كيف الباص بين كوبين خليك خليك باش يضموا هذا ايوه خليك هاي ما تصور الله يرحم والديك اللي يصور تو انت الروت تبعهم اللي قاعدين يخش الوزير يديرنا يجري برنا علي وعندنا احنا هنا استعد نصر الأمنية عبيد نجيب المرور عبيد سعيد تفتيش عبيد مرعي العامة عبيد حسن نجزة عبيد حماد رئيس مستشار مركز سلوك حسن مرعي رئيس مركبات حسن عبد الله رئيس مركز نصوص حسن أسامة رئيس حريات مدري تعمل سلوك كبير استطفى الساعد استارح استعد زيارة السيد معالي وزير الداخلية والسيد وكيل وزارة الداخلية ومركز الشرطة طبعا المنطقة الداخلية تم مساء اليوم 4/5/2021 زيارة السيد معالي وزير الداخلية والسيد وكيل وزارة الداخلية لمديرية أمن سلوك جمينس للوقوف على الاحتياجات وحضور الجمع الشهري للمديرية. وتم من خلال هالزيارة جولة تفقدية للمراكز، وقام السيد معالي وزير الداخلية بتزويدنا بعدد من المركبات. نتقدم له بالشكر والسيد وكيل وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، ومن خلال صفحتكم نتقدم للشعب الليبي بأبرك التهاني بشهر رمضان وقدوم شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الأضحى عيد الفطر المبارك. نسأل الله أن يكون خير على الجميع، وبارك الله في الجميع وشكرا.